شرفت اليوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الدورة الثالثة للقمة التركية الإفريقية، والتي طبعا سمحت لنا بتبادل التجارب وتبادل سبل التعاون بين بلدان القارة وتركيا التي تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للقارة الإفريقية. ونحن كجزائر هذه الاستراتيجية التشاركية تسمح لنا طبعا بتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الذي يسمح بالتفتح على كل مجالات الشراكة والاستثمار. وطبعا تركيا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما للجزائر، ونحن ماضون في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدولة الكبيرة والتي لها مع الجزائر ليس فقط علاقات اقتصادية وتجارية ولكن علاقات تاريخية كذلك، يجب أن نوطدها ونمضي قدما في بناء نموذج تعاون جديد بين بلدينا الكبيرين. رئيس الجمهورية التركية والذي طبعا أثرانا بتوجيهات وبنظرته المستقبلية للعلاقات الجزائرية التركية، وقد طبعا حملني عدة رسائل لأخيه السيد عبد المجيد تبون، خاصة دعوته السامية للسيد الرئيس لزيارة تركيا في أقرب الآجال إن شاء الله لتمكين لهذه العلاقة الاستراتيجية بين الجزائر وتركيا بالمضي إلى الآفاق المرجوة والتي يشهدها الشعبين.